تنتخبنا؟ تعطينا صوتك؟ أعطيونا الثقة، نخدموا البلاد شوية بعد حاسبونا. إلى اللقاء. هم عيطوا لي من قبل جوست بعد الثورة، لكن أنا فضلت الاستقلال، لكن أنا نتقاطع مع البرنامج الفكري والبرنامج الاجتماعي والسياسي للجبهة الشعبية. من نجم كان نقول هكا، أنا ما نجمش نكون مسقطة. فكوني قبلت أن نكون على رأس قائمة الجبهة الشعبية لأني فينال ما فكرة وجدان أنا معهم، ما نجم كان نكون بنتهم. المرضى من شك شارع البيئة الكذاب المخاتل المداهن اللي وري أني مزع عبد الرحمن لباس، وإحنا داخلين على اليمين وعلى اليسار. وكنت أنا في حالة صحية ما تسمحليش بالكل باش نفكر في أني نكون عضو في قائمة، فضلا عن أني نكون تدوليست. معناها جماعتنا في بنزرت يقولوا لك يعيشك تنجمش تجي معنا، وأنا من الفرش قلت له برا، هاي هاي ميسير شي حطوني معكم، قلت له حطوني معكم. ما مشاش البالي اللي من غدوه باش يستحقولي، مش يبدا الجري نتاع الدوسيات نتاع الاوراق وخرجوني من الفرش. ومن يومها من نهارتها وانا في المعمعه هذه لاباسه قائم الجبهه الشعبيه. نوعدوكم بالجديه وبالخدمه في البلاد ان شاء الله. اعطيونا صوتكم ان شاء الله. يا مش داخلين معنا البلديه فارغه، ميزانيه ما فماش، داخلين بكل امل في ان نخدموا بلادنا بمحبه وبجديه. اعطيونا صوتكم، شجعونا. اوكي. حزبه ائتلاف، هو ائتلاف. انا ما عندي حتى اشتراك في حتى حزب من الاحزاب. انا اللي يهمني في المرحله هذه هو المحلي. انا بنت بلاد، عندي معرفه كبيره بالعباد، عندي عشريات وانا نقري في معهد، معناه اكبر معهد في مزرعه عبد الرحمن. عندي كيفاش يقولوا قاعده شعبيه من جهه التلامذه واوليائهم، مشهورة بأني حازمة برشا في القصب وأني في الديسيبلين ما نلعبش، وأني نقول الحق ما نخبيش، وعزة بيا البلاد وشنو وصلت له، وداخلين لها نحبوا نخدموك. كما لاحظت البرامج كلها تتشابه تقريبا، يعني بلديات الجمهورية كلها تتشابه في المشاكل، في البيئة، في الأمن، في البطالة، الوضع الاقتصادي والاجتماعي عموما، البنية التحتية، الوسخ إلى آخره. منزل عبد الرحمن هالمنطقة الجميلة برشا اللي هي شبه جزيرة، يعني يحيط بها البحر من ثلاث جهات، من حيث ثروة ما تنجم كانت تكون واعدة، واحنا الكل نعرفوا يعني التلوث اللي طال البحيرة كيفاش أثر على الثروة السمكية، وأثر بالتالي على وضع البحارة. يعني نلاحظوا في تفقير متواصل لفئة كبيرة في مزرعة عبد الرحمن اللي هي فئة البحارة، وحكينا معاهم ولمسنا معاناتهم من قريب. يعني برشا زول، فما برشا زول بالرغم من البحيرة نعرفوا أنها ثرية ثرية جدا، واحنا نتوقع يعني من تهيئة البحيرة أنها تغير وجه مشروع المدينة، مشروع مدينة مزل عبد الرحمن. دونك نتوقع تراجع كبير للنهضة في مزل عبد الرحمن. مزل عبد الرحمن بلاد بحارة، الناس تحب تعيش، الناس تحب فرحة الحياة، الناس تحب المرح، وهما كما تعرفوا جاو ضيقوا على الناس، حرموا برشا حاجات والناس ما نساتش هكا التضييق هذاك. التناصف التوزيع القائمات، حركة النهضة جاء في بايهم هما أنه لا قائمتهم تدوليست لازم تكون امرأة، فقدموا وخروا تلزوا باش يعملوا تدوليست امرأة. كيف كيف احنا زاد مازل عبد الرحمن جاء في باينا احنا تدوليست تكون امرأة. بون هنا احنا نلعبوا على نوعية المرأة في التنافس، معناها على السمعة، على الحضور، على القدرة على العطاء، شنو تنجم تعطي المرأة هذه والمرأة هذيك. شفت قبيلي معناها فما أريحية كبيرة، معناها التنافس قاعد يدور في أريحية كبيرة. جماعة نداء شفتهم قبيلي جاوا يسلموا علينا، أغلبهم من تلامذتي ويعرفوني ويقولوا لي مدام معناها مبروك،
والجماعة التيار الديمقراطي كيف كيف البارح متعدين من قدام خيمتنا، قلت لهم تنتخبونا، قاموا قالوا ننتخبوا مدام مالي كيفاش. جماعة النهضة زادة زارونا، جاونا اللوكال وامورنا باهية معناها معاهم. بون احنا معناها نتنافس فكريا وايديولوجيا، ما نجموش ما نقولوش هذايا، لكن في كان في الاحترام والأولوية غدر باش تكون المحلي، خاطر باش نتلاقاو في مجلس بلدي، نحبوا ولا نكرو الكلنا باش نتلاقاو، لي تيت دو ليست باش نتلاقاو في مجلس بلدي، وباش في رأيي أنا باش نغلبوا المحلي على الحزبي.